كل طاقة الناس راح تيجي في كل عام مش واحدة أشخاص خارج. نعم شوف. حركة الشباب تقدم الديمقراطية. ومختلف أزمنة سياسية على هذا الباب قريبة. حركة الشباب الديمقراطية التقدمية هي جمعية وطنية اللي كتهتم بالأساس بتأطير وتكوين الشباب المغربي في جميع المجالات. هذه بدي وهي اللي كتعتبر الشباب ديال الحزب الشراكي الموحد. هذه بدي بالمحور ديال الشباب والحراك السياسي في المغرب وشنو دارت هاد الشبيبات دعم الحراك السياسي في هاد البلاد. حنا كشبيبات ديال الشراكة الموحد انخرطنا منذ البداية هاد الحراك اللي قادته حركة 20 فبراير، بل أكثر من ذلك أننا معية مجموعة ديال الشباب لا منتمي استثناء التنسيقية المحلية ديال الحركة هنا في مدينة وجدة، فعندما كانت جوج الشبيبات الحزبية في مدينة وجدة من زاوية الرغم وكتسنى التعليمات من فوق. انخرطنا في الحركة لأننا شفنا في المطالب ديالها مجموعة ديال المطالب اللي كتقاسم مع مطالبنا احنا كشبيبة اللي كنا كنناضلو عليها قبل يوم 20 فبراير. من بعد توالي المسيرات ومن بعد توالي الوقفات دخلوا الشبيبات الحزبية ودخلوا مجموعة ديال الفعاليات في المدينة، ولكن مع الأسف هاد الشبيبات ما عطاوش واحد الدفعة قوية للحركة، ما ساهموش فعلا من أجل تطوير هاد الحركة. بالعكس كشبيبة ديال العدالة والتنمية حاولت أنها تقسم هاد الحركة وحاولت أنها تخلق حركات أخرى كحركة بركة. شبيبة ديال العدل والإحسان بغات تخلق تانية سخة الشعب المغربي، ولكن بإمكانياتنا وقوة الشباب تصدينا مثل هاد المواقف اللي في الحقيقة ما بغاش هاد الشبيبات وهاد الأحزاب أنها تزيد القدام بهاد البلاد. جات المحطة الدستورية واستفتاء الدستور وجميع أو جل الأحزاب السياسية اللي كانت مكونة الحركة انسحبت. هذاك اعتقادها وكنحترموا أي توجهات، ولكن مع الأسف في الاستفتاء الدستوري بغينا نفتحوا، بغينا نجعلوا الساحات العمومية لواحد الحوار ديمقراطي، بغينا نجعلوا الساحات العمومية لواحد الحلقيات اللي كانت طالوا فيها سياسيا. مع الأسف ملي مشينا للساحات العمومية لقينا بلي جابنا الشابة الزهوانية كتقول نعم للدستور، لقينا المخزن بالزروعه وبالقمع، لقينا المخزن مجيش جميع الاسرى لا الرياضيه لا جمعيه ذوي الاحتياجات الخاصه وكيقولوا نعم للدستور. الشبيبات الحزبيه يوفروا لها جميع الظروف باش تقول نعم للدستور. حنايا كنا كشبيبات كنتعرضوا للقمع وكنتعرضوا للاستفزازات. انا شخصيا جاتني كل سنت واحد كيجيو عندي الشيخ المقدم كيعطيوني القرارات ديال المنع من المشاركه في المسيرات، ورغم ذلك شاركنا وكانت النتيجه ديال الاستفتاء انها كانت مقاطعه كبيره من هذا الاستفتاء. غادي نمشي للمحور الاخر وهو العزوف السياسي، العزوف ديال الشباب عن السياسه. الشباب المغربي بين على انه عنده واحد الفكر سياسي عبر طريق عن المشاركه السياسيه الفعليه والقويه في الحراك الشعبي اللي عارف المغرب. الشباب المغربي بين على انه شباب ناضج، نطلع مجموعه ديال المسيرات، مجموعه ديال الوقفات بشكل سلمي. ما كناش نطالبوا بشي حاجه كبيره، كان طالبنا ملكيه برلمانيه حقيقيه، ملكيه اللي كتفصل بين الصوره، ملكية اللي كتسمح بالتداول ديال البرامج. كي بغيتو ان الشباب المغربي انه ينخرط في العمل السياسي الان راهن وكيشوف
غير على الأنمية كتقلب الطارم على الاستقلال وعلى الحركة الشعبية ودابا هذا اللي تفليت معاهم. كيف بغيتوا أن الشباب المغربي ينخرط في العملية السياسية وغير ودابا كنشوفوا في البرلمان ما كاين غير الهضرة السوقية وبحال حنا في شي حمام أو البارح حنا في شي مسرحية. كيف بغيتوا أن الشباب المغربي كيتسنى البرلمان غير باش يضحك باش يشوف مول طريق الغرزة باش يشوف مول الكارطة باش يشوفوا الآن والآخر زادنا عمتاً بالكيران اللي فين تحسي قفز المخزنيات وصية فرق المحتوى والفرون ديال السياسة مية بالأحزاب ديالو بالشركات ديالو بالجمعيات ديالو هذا واقع اللي كنشوفوه. كيف بغيتو أن الشباب المغربي رغم الجمعيات رغم الدعوات ديال الانتخابات انه قاطع الانتخابات وما شاركش في الانتخابات وما شاركش في هذه المزاله ديال الانتخاب. الان الخيار ديالنا اللي راه كيبان هو خيار صائب لان فعلا هذا البلاد مازال ما كاين لا تغيير ما كاينش شي حاجه باينه وواضحه ما كاينش شي حاجه باينه وواضحه لاننا ماشي نحن كنخرجوا الشارع ونشوفوا عباد الله وجميع المؤشرات جميع المؤشرات كتبين على ان المغرب راه غادي في واحد الازمه كبيره وهاد الشعوب العربيه الان مازال غادي يجي واحد الوقت انها هي اللي غادي تكون مرتاحه وهي اللي غادي تبقى تفرج فينا. اذا حنا كشبيبات حنا كمنظمات ديال المجتمع المدني طلبنا مجموعة ديال الإصلاحات ورفعنا الشعار ديال السلمية المدة الأول وعلمناها بالملكية البرلمانية. هذه الملكية البرلمانية ما قلناش إسقاط النظام قلنا الملك يبقى ويبقى التداول ديال الصورة كما كاين في اسبانيا كما كاين في هولندا كما كاين في مجموعه ديال الدول الاوروبيه. الديمقراطيه كاينه وحده في العالم ما كاينش الديمقراطيه ديال المغرب الديمقراطيه ديال اوروبا. علمونا في الابتدائي واحد المصطلح ديال الديمقراطيه غير اربعه ديال الكلمات فيه. الديمقراطيه هي حكم الشعب بنفسه نقطه ارجع للسطح. واش فعلا كاينه الديمقراطيه في هذا البلاد؟ الجواب غادي نسولكم انتم واش فعلا ان اللي عنده المسؤوليه الان كيحكم واش فعلا ان الحزب اللي خاز اللي كيحكم الان واش فعلا كيطبق البرنامج ديالو اللي وعد به واش فعلا ان الحزب الان او البرنامج الحكومي على العموم كيف يعقل ان هذه الحكومه غادي يكون عندها واحد البرنامج موحد كيف يعقل ان العدالة والتنمية ضد التوجه الإسلامي مع التقدم والاشتراكية ضد التوجه الاشتراكي وزير الحركة الشعبية ومجموعة ديال التلاميذ ما نبقاوش نتفلاو على الشعب المغربي ما نبقاوش نكبوا عليهم ونديروا الخطابات ديال التفادى. الشعب المغربي من مال الخطابات الشعب المغربي الآن المعارضة الحقيقية ماشي هي المعارضة ديال البرلمان المعارضة الحقيقية هي اللي كتواجد في الشارع. حركة 20 فبراير مازال متواجدة في الشارع ومازال كتقوى ومازال انتظروا موجة أخرى ديال النظام لأن الأزمة كتفاقم والأزمة مازال ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي. وشكرا.